دولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم. البداية من الصحف المحلية ونقرأ من جريدة الأهرام: الرئيس يوجه بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. معيط: رفع الاستثمارات الحكومية 40% بالموازنة الجديدة و50% لدعم الصادرات. زيارة ناجحة للسيسي إلى الصين. شراكة اقتصادية للتنمية بمصر والتوافق على حلول سياسية لنزاعات المنطقة. ومن الجمهورية: السيسي يكرم فرسان العمل غدا. أوسمة وأنواط الامتياز لقدام النقابيين ودرع الاتحاد تقديرا للرئيس. مستحقات الحكومة إلكترونيا من الغد. السداد أونلاين وكروت المرتبات ومسبقة الدفع لأكثر من 500 جنيه. اليوم السابع: 100 مليون صحة في 14 دولة إفريقية بعد نجاحها في فحص 49 مليون مواطن مصري و15 ألف لاجئ. والصحة العالمية توثق المبادرة الرئاسية لنشرها بالشرق المتوسط وخطة لعلاج مليون إفريقي. الجامعات تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام. وزير التعليم العالي يوجه بالالتزام بالقانون في مواجهة الغش. الشروق: الطيران المدني، نحاول تشغيل مطار العاصمة الإدارية قبل الأمم الإفريقية. سياحة النواب، نسبة إشغال الفنادق في أعياد الربيع لم تشهدها مصر منذ عام 2010. ووزيرة السياحة تعلن رمضانك عندنا، حملة ترويجية لجذب السائحين العرب في رمضان. المصري اليوم: قداس القيامة رسالة سلام للعالم. مصر تحتفل بعيد القيامة وكبار رجال الدولة في الكاتدرائية لتهنئة البعبع. التعليم: نماذج امتحانات التابلت لا تشمل الفصل الثاني. المنتخب الأولمبي يواجه فلسطين وديا في رام الله. في مقاله بجريدة الأخبار هنأ الكاتب جلال عارف الشعب المصري بالأعياد والمناسبات الدينية المتعاقبة التي تبرز تماسك ومحبة الشعب المصري. وتحت عنوان أعياد للمحبة والفرح قال: كل عام ومصر بخير. بالأمس كنا نحتفل مع الإخوة المسيحيين بعيد القيامة بعد أن أنهوا صيامهم، وبعد أيام يهل شهر رمضان بكل أنواره ليكتمل بعيد الفطر المبارك بإذن الله. أيام مباركة وأعياد جميلة يزينها أيضا احتفالنا اليوم بعيد شم النسيم، العيد الذي توارثناه منذ الفراعنة، نحتفي به بتجدد الحياة، نغني للخير، نفرح للمحبة. ونتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: الاتفاق على السيادي يقرب السودان من الحكم المدني. الطيران يدخل بقوة في معركة طرابلس. إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين بطلب من بوتين. الجزائر: مبادرة للحل بعد دعوة للجيش للحوار. اتساع الحملة على الفساد باستجواب مدير سابق للأمن. وإلى الحياة اللندنية: الجيش اليمني يأسر 300 عنصر من الحوثيين خلال أسبوع. الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يرفض تدخل الصدر في الشأن البحريني. طهران تلوح مجددا بإغلاق هرمز وبالانسحاب من معاهدة النووية. الزياني: دول مجلس التعاون عازمة على مواجهة التحديات. الخليج الإماراتية: الإمارات تدعم المركزية السوداني ب$250 مليون. نساء وأطفال ضحايا مجزرتين للحوثي بتعز والبيضاء. إسرائيل تفرج عن سجينين سوريين مقابل رفات. الفلسطينيون يأملون مواجهة الضغوط الأمريكية. مديريات أمن بطرابلس تنضم إلى الجيش الليبي. ومن الرأي الكويتية: المنامة تستدعي سفير بغداد احتجاجا على تصريحات الصدر. واشنطن تخفيض قواتنا في سوريا بحذر. مقتل 5 مدنيين بغارة على ريف حماة. الحراك الجزائري يدعو لمد الفترة الانتقالية إلى 6 أشهر. تهيئ في لبنان لمسار مناقشة الموازنة ومخاوف من ضغوط دولية متزايدة. الدستور الأردنية: القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم. السلطة الفلسطينية: مستشفيات الأردن ومصر بديلة على الإسرائيلية. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يواصل ملاحقة المقدسيين. الأحزاب الدينية تعرض الحصانة لنتنياهو مقابل إقرار قوانين مثيرة للجدل. خطورة وضع القضية الفلسطينية رصدته صحيفة القدس مشيدة بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتي التي أكد فيها أن السلطة الفلسطينية لن تقبل باستمرار الوضع القائم وأنه سيتم إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل. لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل باستمرار الأوضاع الراهنة في ظل تصعيد حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف لعدوانها على شعبنا وحقوقه عبر ترسيخ الاحتلال وتوسيع الاستيطان، والمضي قدما في تنفيذ مخطط تهويد القدس وحملات الدهم والاعتقال والقتل في الضفة الغربية واستمرار حصار قطاع غزة. وعدا عن كل ذلك فقد سدت هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وحليفتها إدارة ترامب الطريق تماما أمام أي جهد لإطلاق مفاوضات سلام جادة، ويعتبر من قبيل الوهم أن يعتقد الاحتلال وأمريكا أن السلطة الوطنية ستقبل باستمرار هذا الوضع. ونتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. دونالد ترامب: قوة الاقتصاد الأمريكي وراء زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين. مبعوث أمريكي: اتفاق سلام بأفغانستان يتوقف على وقف طالبان لإطلاق النار. النيابة تعلن توقيف عدد من الأشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن في فرنسا. ومن نيويورك تايمز الأمريكية: إيران تؤكد أنها قد تنسحب بمعاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها. الحظر الأمريكي على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ. الرئيس الإندونيسي يقول إنه قد يجري تعديلا وزاريا قبل ولايته الثانية. من المنظمة الفرنسية: مساعد الرئيس الروسي: مستعدون للحوار بشأن نزع السلاح النووي بشرط المفاوضات الجادة. ارتفاع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 7 سنوات. فوز الاشتراكي سانشيز بانتخابات إسبانيا. واليمين المتطرف يدخل البرلمان. ومن الجارديان البريطانية نطالع: وسط التوتر الذي يسببه بريكست تكثفت الحملات الانتخابية للبرلمان الأوروبي في شوارع المملكة المتحدة. الاستخبارات البريطانية: داعش يخطط لتنفيذ هجمات جديدة في أوروبا. طيب، أردوغان يهاجم إيمانويل ماكرون من جديد بشأن الإبادة الأرمنية. البايس الإسبانية: وزير العدل الأمريكي يعترض على الإدلاء بشهادته خلال جلسة مغلقة بشأن نتائج تحقيق المحقق روبرت مولر على خلفية تلويح واشنطن باحتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو. الكرملين يؤكد: العقوبات الأمريكية أثرت على علاقاتنا الاقتصادية مع الصين. وإلى مقالات الرأي والتي ألقت الضوء على الهجمات الأخيرة في سريلانكا، حيث حذرت صحيفة واشنطن بوست من هجمات جديدة وكتبت مقالا بعنوان هجمات محتملة. بقيت الكنائس في سريلانكا مغلقة الأحد، فيما بكى المسيحيون في البلاد ضحايا اعتداءات عيد الفصح التي وصفها أسقف كولومبو بالإهانة للإنسانية. كما أن قوات الأمن في سريلانكا دهمت مقر جماعة متشددة أسسها المشتبه في أنه العقل المدبر لتفجيرات عيد القيامة، وتم إلغاء قداس الأحد بالكنائس خوفا من تكرار الاعتداءات المنظمة على كنائس وفنادق، والتي أسفرت عن سقوط 253 قتيلا قبل أسبوع. وختاما مع رسوم الكاريكاتير. ختام جولتنا الصحفية. دمتم في أمان الله.